لو انا جينا قلنا ان في نسبه عسل سكوربوز بتدخل على اساس انها تدخل لمصانع الاغذيه او الحلويات، المفروض يبقى فيها رقابه علشان احافظ على المنتج بتاعي اللي هو المنتج العسل، لان بعض اللي احنا ذكرناهم بيحاولوا يعملوا سمعه سيئه للعسل بطريقه عسل مصنع بيضطر ان هو يستخدمه. لو انا وقفت له المساحه ان هو يستخدم المنتج دوت ويغش لي العسل او يغش المنتج اللي بيبيعه على اساس ان هو عسل، يبقى انا حافظت على صحه المواطن. طيب ممكن نلعب الحته دي ازاي او نوقفها ازاي؟ ان ايا كان مين المستورد ليها، الشحنه اللي جايه المفروض معروف كميتها قد ايه، رايحه لمين وهيستخدمها لايه. لازم يبقى برضك في رقابه، ويبقى برضك دور وزاره زي وزاره الزراعه مثلا او وزاره الصحه انها تراقب المنتج ده وصل لغايه فين، علشان ما اذيش بيه بعد كده ان هو يطلع لي منه منتج شبيه للعسل ويبيعه على اساس ان هو عسل ويضر لي مريض سكر. خطورته بقى يعني خطوره العسل المصنع ده او الجلوكوز ده؟ طبعا هو يعني مبدئيا رقم واحد مريض السكر اثر عليه، اللي هو ممنوع من اكل السكر الطبيعي. بالنسبه لبعض اللي هم بيغشوا بيحطوا عليه مواد كيماويه، فبالتالي بنتكلم دخلنا في حته فشل كلوي وما شابه ذلك. طب وده هو طبعا مش فارق معاك يعني، بايع ضميره بالبلدي كده، المهم ان هو يربح. فلو انا عملت له رقابه من دلوقتي ان انت مش هتعرف يعني تاخد المنتج او الخامه ديت ان انت تطلع بيها منتج سيء، مش هيبقى فيه منتج فيه مواد كيماويه علشان يوصله لشبيه العسل. انا اللي شاكر ليكوا، وانا اسعدتوني، واتمنى ان شاء الله يبقى تقدم للمجال، وان شاء الله انا اتمنى يبقى فيه اهتمام زي ما حضراتكم اهتمتوا بيها يعني. باذن الله.